السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي على صفحة 77 عندكم بكتاب Great Ten. هاي صفحة مهمة جدا حتى لموضوع العلوم الحياة. في عنا experiment العمل في عالم اسمه لوي، عمل experiment اللي هي موجودة عندنا بالصورة هون واضحة قدامكم. عمل stimulation على نيرف عصب اسمه فيغاس نيرف. هلا كلمة stimulation بالمختبر في عنا we have stimulator اللي هي ماشين عندها two electrodes positive and negative electrodes. بس يحط الالكترودز على النيرف فبيقدر يعمل generation لنيرفس مسج. انتوا لاحظين هون عند السهم الاحمر هون we have electric stimulation على at this point، ماشي الحال، او بسمي لياته هون فيغاس نيرف. هلا لما يعمل استيميوليشن طبعا بقوة معينة، احنا مش هنفوت بتفاصيلها، ان شاء الله بالبكالوريا بتشوفوها. لما يعمل استيميوليشن بقوة معينة بيقدر يعمل جنريشن لنيرفس مسج هون، فراح تمشي المسج طبعا هو اتجاهها على القلب بتروح على القلب، اتجاهها بالعكس حتروح. هلا الفيغاس نيرف هو هون محطوط نوت عندكم مهمة جدا، انه هذا نيرف بقولوا له كاردياك ديسيليتر. ديسيليتر عكس اكسيليريتر، يعني اكسيليريتر بنقول بنزيد التسارع، ديسيليتر يعني بخفف دقات القلب. يعني لما هذا الفيغاس نيرف يبعث مسج، ماشي الحال، لما يمشي فيه مسج بدنا نفهم انه الهارت بخفف كونتراكشن مش بزيد، ماشي الحال. هل فهون عندنا هو بالاكسبيرمنت شو عمل؟ جاب تو هارتس A and B. Heart A still innervated with vagus nerve، نقول innervated يعني واصله نيرف، whereas heart B طلع عليه ما في نيرف حواليه، ماشي الحال. طيب ولكن هو وصل شو؟ وصل نيرف، عفوا، وصل heart لل A بالheart لل B عن طريق تيوب. هلا بنشوف شو حيصير فيه. فهو قال لي اللي لاحظناه احنا، قال لي لما عملنا ستيميوليشن هون طبعا فهمنا انه حيصير في جنريشن لنيرفس مسج توصل على الهارت. لاحظوا بوقت الستيميوليشن او ذا فيغاس نيرف هون على الجراف مفروض نقدر نحلل، احنا شايفين هون وقف، قال لي هارت ستوب، هارت بيتس ستوب. اذا هون صحيح، واللي هذا دوره للفيغاس نيرف هو بيخفف شو؟ بيخفف دقات القلب. بس هون لانه لحاله انت مش عم تعمل ستيميوليشن لشي، بس هو معزول لحاله الهارت والتركيب بس هالنيرف عم يشتغل، فقدر وقف شو؟ قدر وقف دقات القلب. ولكن اللي لاحظناه احنا ومهم جدا، قال لي بعد شوي، ليكوا الجراف اللي تحت، بعد شوي قال لي the heart beats of B stop، كمان B وقف. هلا B واصله من A بس فلويد، شو هالسائل اللي بينفرز وبيأدي له يوقف دقات القلب. إذن هون اللي مسؤول عن توقيف دقات القلب هو في chemical substance انفرز بعد ما عمل stimulation. كيف عرفنا؟ لأنه إحنا heart beat مش واصله nervous message، ما في نيرف، تمام؟ لاحظوا هم ما فيش نيرف، بس واصله شو؟ واصله الفلويد اللي هو جاي من مين؟ من A. إذن A طبعاً هي أخذت وقت لوقف الهارت هارت بي، لانه اكيد عمال ما ينفرز الاي ويشتغل على الاي، وصل في عنا تيوب قلنا معمول له كونكشن ليوصل على بي. اذا هون احنا بنستنتج الشغله انه after the electric stimulation we have releasing of chemical substance، ماشي الحال، اللي هي which is responsible for the deceleration او الستوبج اوف ذا هارت بيتس بي اي واز ريزلت بي بي. طبعا هذا بيرجع بياخذنا على الدرس الماضي اللي شرحناه احنا واللي هو هون عندنا طبعا لما نقول نيرف في بقلبه نيرف فايبرز، وهون هاي في ساينابس. طبعا لما توصل المسج على الاخر في تيرمينال باتس بقلب الهارت او على عضله الهارت، وفي عندنا هون احنا ساينابس بتوين مين ومين؟ بين هالنيرف فايبر والعضله القلب. وحكينا احنا السينابتيك ترانسميشن، وهذا اللي هو الفلويد اللي قدر اثر على بيه هو النيورو ترانسميتر اللي انفرز من النيرف اندينجز اللي بمين؟ اللي بالفيغاس نيرف، واللي هو يا اخوان اسمه استيلكولين. ومهم جدا هاي الماده بناخذها نوت مهمه، انه الاستيلكولين
على الهارت، على الكاردياك ماسل بنسميها، بنقول كاردياك اي شيء كاردياك يعني ريليتد تو ذا هارت. على الكاردياك ماسل اسيتيلكولين از انهيبيتوري، يعني ما بيخلي عضله القلب تعمل شو، ما بيخليها تعمل كونتراكشن. اذا انفرز على عضله القلب ما بيخليها تعمل كونتراكشن، ولكن اذا بنحط اسيتيلكولين على سكيليتال ماسل يعني عضله من عضلات السكيليتون اللي هي مثلا الايدين الجرين، هون شو بصير؟ لا بالعكس، بس يجي عليها بصير في كونتراكشن. هلا حنشوف احنا الاكسبيرمنت الثاني. اذا هاي بالنسبه لاول اكسبيرمنت اللي هو عم بياكد على وجود شو ريليزنج اوف كيميكال سبستانس هي المسؤوله عن الافكت للبوست سينابتيك ممبرين. هون في عنا كمان عندكم دوكيومنت دي صفحه 77، كمان في عنا اكسبيرمنتس انعملوا. لاحظوا شو عم يعمل هون، عم بقولنا اللهم صل على سيدنا محمد the effective excitation of the nerve fiber provoke the exocytosis of synaptic vesicles that the contraction then the contraction of muscle then the contraction of muscle. إذا نحن نتخيل إنه كان عندنا هيك terminal bud طبعا للنيورون، وفي عنا مصل هون، شو قال لي هو؟ قال لي عم نعمل excitation وين؟ عم نعمل excitation هون. كلمة effective يعني generate nervous message، فراح تمشي النيرفوس مسج. هون في عنا synapse يا اخوان بين النيورون وبين المصل، فراح يفوت كالسيوم ماشي الحال، وراح يصير في عملية شو؟ الاكزوسيتوز اللي هو عم بيقول لي عليها، اللي صار في اكزوسيتوز لمين؟ لا سينابتيك فيسيكلز او سينابتيك فيسيكلز، اللي يبقى حيصير بعدين كونتراكشن اوف ذا ماسل. يعني هدول النيورو ترانسميترز راح ينفرزوا او راح يجي يعملوا بايند وين على الماسل سيل، وراح يؤدي اخر شيء للكونتراكشن ماشي الحال. طيب هون عم يعمل اكسبيرمنت تاني، شو عم بقولنا؟ the direct excitation of the muscle. إذا واحد إجا جاب stimulating electrodes على المسل direct ماشي، يعني عمل هيك، ما حط، مش عمل stimulation على النيورون، جاب stimulating electrodes ماشي الحال، وقلنا هني موصلين على stimulator حطن على المسل، هل بيصير في contraction للمسل ولا لا؟ لازم ينفرز للنيوروترانسميتر. هلا احنا بالجسم ما في عنا ستيميليتنج الكترودز، بالجسم لا، مفروض شو يجي نيورو ترانسميتر هو اسمه استيلكولين، لازم يعمل بايند على المسل، ووقتها يصير في شو؟ يصير في كونتراكشن اوف ذا مسل. ولكن اذا جيت انت اكسبيرمنتالي، هل المسل فايبرز هن كونتراكتايل؟ هل عندك كلمه كونتراكتايل؟ يعني عندي القابليه انه ينعمل لي كونتراكشن؟ نجرب، عمل استيميوليشن عمل لي صار في كونتراكشن، ولكن اذا عمل استيميوليشن هون على النيرف او على المسل عفوا، هل بصير في ريليزنج للنيورو ترانسميتر؟ شو رايكم؟ طبيعي لا. ليه؟ لانه احنا قلنا بصير في ريليز للنيورو ترانسميتر امتى؟ لازم يفوت كالسيوم على قلب البريسينابتيك ممبرين، والكالسيوم هو اللي فاسيليتيت اكزوسايتوسيس. فاحنا هون لما يعمل استيميوليشن على المسل شو له علاقه بالنيرف؟ نيرف كتير بعيد. عشان هيك شو اعطاني ريزلت؟ قال لي the direct excitation فوق بالحكي، قال لي the direct excitation of the muscle fibers lead to their contraction but not to the exocytosis of the presynaptic vesicles. وعم بقول لي the receptor electrodes placed on the nerve fiber do not record any action potential. هون احنا مثل ما قلنا في شغلات هاي السنة نتيجة التخفيف المنهج ما شرحناه، لا عم بقول ريسبتر إلكترود هون، الريسبتر إلكترود هني بكونوا واصلين على أباراتس اسمه أوسيلسكوب، واللي هي بتقيس إذا في نيرفس مسج أو لا. فقال لي إحنا إذا واصلين أوسيلسكوب هون قال لي ما أرى أكشن بوتنشال، هي ما أرى نيرفس مسج. يعني طبيعي أنت عم تعمل استيميوليشن على المسل ماشي الحال، والمسج ما بتيجي
بالعكس، ما بتيجي من البوست للبري، لا هي بتيجي من البري للبوست اذا في مسج. فانت عم تعمل ستيميوليشن على البوست سينابتيك ممبرين، فاكيد البري ما حيقرا شيء، هذا وضع طبيعي. اذا قلنا ليه جاستيفاي ليش ما قرا، بنقوله لانه the pathway of the nervous message across the synapse is unidirectional، في اتجاه واحد، هي from the presynaptic membrane to the postsynaptic membrane. يعني انت عملت اذا بتعمل stimulation هون البوست بيقرا، تمام؟ البوست بيقرا ليه؟ لانه المسج اتجاه المسج from the presynaptic membrane towards mean the postsynaptic membrane. نشوف كمان series of experiments. عم بقولنا هون عملنا micro injection of acetylcholine at the level of the of synapses provoke muscular contraction even without exciting the nerve fiber. كيف يعني؟ عم بقولنا هون في عنا we have nerve fiber وهون في muscle. اللي جينا احنا عملنا شو؟ عملنا مايكرو دروب، حطينا احنا حطينا اسيتيل كولين بدون الاكزوسيتوسيس، ماشي الحال؟ احنا حطيناه، يعني مش انه والله اجى اكشن تنشن وفات كالسيوم صار اكزوسيتوسيس، لا هون احنا حطينا هو الاكسبيرمنت هيك عم بقولنا اي مايكرو دروب او مايكرو انجكشن اوف اسيتيل كولين at the level of the synapses provoke muscular contraction. طبيعي احنا راح يصير في muscular contraction، ليه؟ لانه راح يجي الاسيتيلكولين يعمل بايند على الريسبتر لإله، تمام؟ والمسل مش هتعرف هلا هو جايها جايها نيورو ترانسميتر هل من البريسينابتيك ممبرين او احنا حاطينه، شو بعرف المسل؟ بدام اجى النيورو ترانسميتر الاسيتيلكولين لقى الريسبترز فري وعمل بايند، معناته هون راح يعطي الافكت له وراح يصير في شو؟ كونتراكشن. اذا احنا بهمنا شو؟ بهمنا انه هالنيورو ترانسميتر بنأكد على شغله انه بيجي بيعمل بايندينج على مين؟ على ريسبترز اون ذا بوست سينابتيك ممبرين، وبيجي بيخليه ستيموليت ذا كونتراكشن اذا كان في مصر عم نحكي. وعم يعطينا معلومه كمان، عم بيقول ذا كونتراكشن يعني قوه الكونتراكشن هي بروبورشنال مع الكونسنتريشن، يعني كل ما تحط انت اسيتيلكولين اكثر كل ما يصير فيه قوة الكونتراكشن تكون أكتر، ماشي الحال؟ أو طبعا إذا أخففت بتخف الكونتراكشن. هون عملنا autoradiography method is used when were labeled precursors of acetylcholine shows the presence of radioactive acetylcholine on the postsynaptic membrane. هون عملنا لما كان الأستيلكولين طبعا هو عمل labeling labeling يعني خلاها راديو اكتيف للبريكيرسر باستيلكولين، فاز ريزلت بيطلع الاستيلكولين هو شو ماله؟ راديو اكتيف. طبيعي عم قال لي عملنا ديتكشن للراديو اكتيفيتي وين؟ على الممبرين. اكيد حيعمل اذا لك اكسبلين ليش لقى راديو اكتيفيتي على الممبرين. انت مين هو اللي راديو اكتيف؟ الاستيلكولين، صح؟ والاستيلكولين احنا شو قلنا؟ قلنا بيعمل بايند وين؟ على الممبرين، على السيل ممبرين، على الريسبتورز. فطبيعي انت تلاقي السيل ممبرين شو ماله صار راديو اكتيف، لانه هو الاستيلكولين اللي عامل بايند اصلا هو راديو اكتيف. هون في عنا اكسبيرمنت، في عنا دراج مهم كانوا يستخدموه بصيد الحيوانات، اللي هو عم بقولنا اي مايكرو انجكشن اوف كيورير. الكيورير هذا يستخرج من نبته، اللي هذا بارالايزنج اي بويزن. بارالايزنج يعني بسبب شلل. هلا شلل يعني ما عم نقصد انه في نيرف بينقطع او شيء، شلل يعني المسلز ببطلوا يعملوا كونتراكشن. وقال لي prevent muscular contraction even if the nerve fiber was effectively excited. يعني اذا جينا احنا كيف الاكسبيرمنت اللي كنا نعمله، اذا باجي بعمل stimulation احنا مفروض بنعيد شوي، بنقول stimulation حيصير في generation، لانه قال لي effective حيصير في generation ل nervous message، تمام؟ راح يفوت كالسيوم على presynaptic membrane، راح يصير في exocytosis للneurotransmitter اللي هو acetylcholine. acetylcholine بيعمل bind على receptors on the postsynaptic membrane واللي هي مصل بهالحالة، فهال postsynaptic membrane under the effect of acetylcholine will respond by show contraction.
هون عم بقول لي إذا إجينا عملنا حطينا مادة اسمها كيورير، حطيناها بالميديوم أو عملنا مايكرو إنجكشن حطيناها هون بهالمنطقة، قال لي لما عم نيجي نعمل استيميوليشن المسل ما عم تعمل كونتراكشن. ماشي، هلا اذا جينا قلنا مثلا اعطيني انت هايبوثيسز، شو بتتوقع يكون ادوار الكيورير؟ هلا بيجي واحد بيقول لي والله انه انت عم تعمل استيميوليشن وفيش كونتراكشن، تمام، ممكن الكيورير يكون، ممكن عم نقول هلا بنشوف شو الصح، احنا ممكن الكيورير يكون عم يمنع عمليه الاكزوسيتوسيس، تمام، ممكن الكيورير يكون والله اجى عمل بايند هون ومنع عمليه شو الاكزوسيتوسيس، وهذا كلام اكيد صحيح ممكن. هل بيجي واحد بيقول لي ممكن الكيورير تكون شو بتعمل، بتدمر الريسبترز للاستيلكولين، عشان هيك عم ينزل استيلكولين ما عم بيلاقي ريسبترز فما عم يقدر يشتغل على المسل، كمان هاي الهايبوثيسيس صحيحه. ممكن واحد يقول لي لا، بتيجي الكيورير بتعمل بايند هي محل الاستيلكولين وبتسكر للريسبترز بدون ما تدمرن، بتسكر للريسبترز وهي هاي المادة ما بتخلي يصير في كونتراكشن، فيش كونتراكشن للمصل، وهذا اللي بيصير الكيورير، هذا الصح فيه. بس احنا كإكسبرمنت فينا اذا طلب مني مثلا هايبوثيسز، قال لي اعطيني هايبوثيسز للأكشن في كيورير، فينا نقول له احنا هدول الهايبوثيسز، لانه هدول كل اللي بيأدوا للريزلت اللي احنا شفناها. بس ولكن بالحقيقة الكيورير شو بيعمل؟ ليك هون شو عم بقول لي؟ اللي chemical studies shows a great resemblance، في تشابه كبير in the spatial configuration of the two molecules. مين هن the two molecules؟ هن الأستيلكولين and كيورير. Spatial configuration يعني the 3D structure، شكلين بيشبه بعض، شكلين بيشبه بعض يعني بالأغلب، هلا عشان ما نعمم، بالأغلب they have the ability to bind to same receptor. ماشي الحال، المفروض التشابه يكون بالمحل اللي بيعمل بايند. يعني انا لو قلنا الريسبتر شكله هيك والاستيلكولين، هاي استيلكولين ACH، لو قلت الكيورير شكله هيك مثلا، انا هي كمان بيقدر يعمل بايند للريسبتر، انه يعني مش ضروري يكونوا they have identical structure، عشان نحط المعلومه ببالنا، لازم يكونوا they share common part، لازم يكون في share common part، واي part من ال part اللي بيعمل bind هذا اللي بيهمني، باقي الشكل ما بيهمنا احنا. عشان هيك احنا الكيورير شو اجا عمل؟ الكيورير اجا عمل bind على الريسبترز، وشو سوا؟ ومنع الاستيلكولين تعمل bind، فاز result no contraction. عشان هيك لما بتبطل عضلات الجسم تعمل contraction، فاكيد اذا مشي بالجسم يعني كل العضلات ما بتعمل contraction، فبيسقط البني ادم لانه ما بيقدر يمشي. ماشي الحال. هلا هدول الكيورير، بس اخر شيء الكيورير والاستيلكولين، لانه they have the ability to bind to same receptor بنسميهن competitive molecules. competitive من كلمه compete يعني بيتنافسوا على شو؟ على البايندينج. ماشي الحال. وقلنا الكيورير لما يعمل بايند دوره مش زي دور الاستيلكولين. الاستيلكولين شو ماله؟ الاستيلكولين لما يعمل بايند على السكيليتال مسل بخليها تعمل كونتراكشن، ولكن الكيورير شو ماله؟ بريفنت كونتراكشن. فهون ادوارن اوبوزيت، عشان هيك بنسميهن انتاغونيستيك. بنميز بين المصطلحين، antagonist يعني they have opposite roles، يعني هذا الكيورير بيخليش يصير في contraction، هذاك بيعمل contraction، they have opposite function antagonist. ولكن لما نقول competitive ما بنحكي على الدور، خلاص هذا بيعمل bind على هالريسبتر وهي المادة كمان بتعمل bind على الريسبتر. اذا بدنا نعرف شو بدنا نعرف نفرق بين المصطلحين. ماشي الحال، الله يعطيك العافية.